الرحمن الرحيم. صباح الخير، السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم دلوقتي على certain common hepatic disorders في بلدنا. بقالكم ساعة بتتكلموا على القلب، شوية بقى نتكلم على الايه، على الكبد. عايزين بقى نصحصح مع بعض كده. احنا مش جايين نتكلم يا ولاد على تكست موضوع هتلاقوه في مرجع، مش ده هدفنا. اللي انا فاهمه ان انتوا اطباء زملائنا الصغيرين في اول حياتكم، بيهمني ان انا اوصل لكم من خلال المواضيع اللي هتكلم فيها ايه دوركم في نصيحة الناس المرضى، ايه دوركم في نصيحة اهلهم والمجتمع اللي انتوا فيه، وامتى تستعينوا بالاكبر منكم اللي هي ترانسفير. انما انا مش جاي ان انا اقول لكم ديفينيشن كوزس، مش ده المطلوب، لان الكلام ده عندكم في الكتب بتاعتكم او مصادركم، اكيد مش ده اللي انتوا جايين تدوروا عليه النهاردة. من اوائل الحاجات اللي بيهمنا نتكلم عليها في بلدنا هي الاكيوت فيرال هيباتايتس. في لسته طويله، اهم اسباب زي ما انتم عارفين الهيباتايتس A، هيباتايتس B، هيباتايتس C. في صورتين كبار للاكيوت هيباتايتس. نون اكتيريك، العيان ده ما بيصفرش، ما بيجيلوش جوندس، بيجي بالفاهم. عارفين يعني ايه فاهم؟ طبعا فيفر، هيديك، ماليز، انوركسيا. يتميزوا المرضى دول عن اي انفكشن تاني بماليز عالي قوي. ماليز يعني العم اريف، مش في الموت، قرفان في عيشته. كمية الانوركسيا هنا بتبقى اعلى من اي انفكشن تاني، بالذات للدهون. ما بيطقش ريحة السمنة او اي دهون. لو بيشرب سجاير تلاقيه مش طايقها. ممكن تشك في المرحلة دي ان ده هيكمل بصورة الاكيوت فيرال هيباتايتس. ليه النقطة دي مهمة؟ معظم حالات الهيباتيتس A في الانديميك ارياز زي مصر بتيجي نون اكتيريك في الاطفال الصغيرين. يعدي على الطفل كانه دور برد. ليه ما نعرفش انه هيباتيتس؟ لان الطفل مش هيصفر، مش هتجيله جنط. فالام تفتكره دور برد والدكتور يفتكره دور برد. لو جات الاكيوت فيرال هيباتيتس في حد كبير قدكم كده غالبا بتبقى اكتيريك، وده يمكن يكون ليه تغير شويه في الكام سنه الاخرانيه في السن بتاع الاكيوت فيرال ايه في مصر. في جيلي انا كلنا خدنا الاكيوت فيرال ايه اول ما رحنا المدرسه الابتدائي. في اجيالكم انتوا ربما بعضكم او اصحابكم او زمايلكم جاب له الفيرال ايه هيباتيتس في ثانوي او في الكليه. يا ترى ايه السبب؟ في عدة أسباب رصدناها لما دورنا في الموضوع ده. المرض إنديميك في مصر، اللي اتربى عندنا في بلادنا جاله الفيروس في طفولته وعدى نان اكتيريك، خلاص ربنا نجاه، لونج لاستنج اميونيتي، ما يجيلوش تاني، هي مرة واحدة. الناس اللي هم سافروا الخليج دول البترو دولار وبعتوا ولادهم مصر لما خلصوا ثانوي عشان يدخلوا الكلية، دول ما جالهمش الفيروس في الخليج، مش موجود هناك. أول ما جم مصر كالوا على عربية الكبدة وراحوا كالوا عند جيزو والناس دول جالهم الفيروس ايه. تاني احتمال، الوعي زاد بصورة مزعجة في الحتة دي. تسمعي عن الام اللي بتغلي المية لابنها اللي لسه والداه، او اللي بتجيب له مية معدنية. دي مش ميزة، هو هيعيش في البلد دي، سيبوه ياخد ميكروباتها بدري. ده كلام مهم. النقطة الثالثة، ان بعض الاسر بقت تطعم اطفالها ضد الفيروس الف. احنا بنقول لازم تطعم ضد ب، ده اكيد. انا لما حد بيسالني اطعم ابني ضد الف اقول له لا. ليه؟ انت هتحميه لغاية سن اعدادي او ثانوي. التطعيم مش لونج لاستنج زي الانفكشن. بعد كده هيخرج الشارع ياكل مع اصحابه ويرمرم في الشارع. لما هيجيله الانفكشن في سنكم ده او في سن ثانوي هيكومه في الارض. فسيبوهم يتلطوا بدري. زي الحصبة كده، لو جت في اول الحياة لما خدته في الاطفال بتعدي بسهول. هخلي حصبة تيجي لواحد عنده 20 سنة ممكن تموته. فالنقطة دي بتهمنا. النقطة الثانية اللي بتيجي نون اكتيريك الهيباتيتس سي في الكبار. الناس اللي عندهم هيباتيتس سي وليفر سيروسس حواليكوا اسألوا كده، جات لك سفرة من 20 سنة يقول لك مش فاكر، لانها عدت نون اكتيريك. طيب ايه الوضع بالنسبة للاكتيريك؟ اول حاجة بيعدي اسبوع من البرودروما، فاهم، رايت هايبوكوندريال بين، هيباتوميجالي وسبلينوميجالي. لو انت ناصح في الفتره دي وطلبت له اي ال تي واي اس تي هو لسه ما اتفرش، تلاقيهم عاليين وتعمل بونص حلو قوي في المستوصف اللي انت بتاكل فيه عيش بعد الظهر.
عدت منك دي يبقى الاسبوع اللي بعده الام هتجيلك تمسك في خناقك، ده الواد اصفر وانت مش عارف حاجة، ده ما طلعش برد ولا نزلة معوية، ده طلع عنده التهاب كبدي وباء. الام اللي هتيجي تشخص لك الايه الولد. مع ظهور الصفرة الفهم بتتحسن زي الحصبة كده، اول الطفح ما يظهر الفيفر ايه تنزل. في المرحلة دي بتلاقي البليروبين عالي والاي ال تي والاس تي عالية. يدخل بعد كده في البوست اكتريك الفاهم والجوندس تروح وتبدا الانزيمز والبليروبين يتحسن. في المكان اللي انت شغال فيه ايه الماركر اللي تشخص بيها اكيوت فيرال هيباتايتس؟ هيباتايتس اي فيروس اي جي ام، هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، وهيباتايتس بي كور اي جي ام. لو انتوا فاكرين ان البي كور اي جي ام بيشخص حاجه اسمها ايه ويندو فيز، العيان وهو بيخف السيرفيس انتيجين يختفي والسيرفيس انتي بودي يظهر، ممكن يقعد فتره ما عندوش لا ده ولا ده فانت مش عارف تشخصه، فلازم تطلب الهيباتايتس بي كور اي جي ام. الهيباتايتس سي فيروس انتي بودي بتشكل هنا تحدي لينا لانها بتظهر يا اولاد بعد شهرين لاربع شهور من الانفكشن، فاحتمال العيان في الاكيوت كونديشن الانتي بودي تبقى ايه لسه نيجاتيف ما ظهرتش. ينفعك هنا لو طلبت الهيباتايتس سي فيروس ار ان اي بي سي ار، ده ممكن يدي ايجابي في خلال اسبوع من العدوى، يعني من شكه الدبوس او كيس الدم. بس طبعا مش كل واحد هيجي لك هتبعته عامل بي سي ار ثمنه 300 400 جنيه، فلازم يبقى عينيك معاك انك ما تكلفش الناس فوق ما يستطيعون. في الجزء بتاع العلاج يهمني اكتر ننصح الناس بايه؟ فيروس الف بيتنقل فيكو اورال، الهيجين يا اولاد اللي حوالينا، المجاري، الزباله، الدبان، الدبان اللي بيقف على اكلنا، الاكل على العربيات اللي في الشارع، نغسل ايدينا قبل ما ناكل، نغسل ايدينا بعد ما نخرج من الحمام، النصايح البسيطه التافهه دي ممكن تخلص على مرض زي ده. لغايه ما ربنا يكرمنا ونعمل شبكه مجاري وشبكه ميه مقفولين مش مسربين على بعض تحت الايه؟ تحت الارض. بتتسال هنا سؤال لما الام بتجيب لك ابنها اللي عنده الصفرة فيروس الف. هو ممكن يا دكتور يعدي اخواته؟ قول لها من النهارده مش هيعديهم، لكن لو كان عداهم قبل كده ده هنعرفه قدام لو ظهر عليهم المرض. ليه بقى؟ هو فيروس الف بيتنقل عن طريق الاستول امتى؟ اسبوعين قبل البرودروما واسبوع من يوم البرودروما، يعني كل الانفكتيفيتي يا اولاد قبل الجوندس. عشان كده الولد بيبقى في وسط اخواته محدش عارف ان عنده صفرة. يوم ما بتعرف ان عنده صفرة من اللحظة دي هو مش انفكتف، بس وارد يكون عداهم ايه في الثلاث اسابيع اللي فات. فما تقولهاش لا مش هيعديهم، قولها لا هو من النهارده مش هيعديكم، لكن لو كان ناوي يعدي اخواته زمانه عداهم خلاص. تعرفي بقى منين ان عداهم؟ ان بعد شهر من النهارده الانكوبيشن بيريود اربع لست اسبوعين لست اسابيع زي ما انتوا عارفين. لو في خلال شهر من النهارده العيال اتفرت تبقى تجيبهم لي ايه؟ اعالجهم هم كمان. نيجي في الفيروس بي وسي، طبعا الترانسميشن بارنترال زي ما انتوا عارفين. طبعا مش هكلمكم انتوا في موضوع نقل الدم، ده مش موضوعكم انتوا، معامل الدم هي اللي بتفحص الاكياس والبلازما الى اخر هذا الكلام، لكن اكيد لازم اكلمكم في السرنجات. المستوصف اللي بتشتغلوا فيه بعد الظهر السرنجه مره واحده، اوعوا ضميركم يخليكم تشيلوا من ده تحقنوا ده. لو بتفتح خراج بتاع تتاكد ان الادوات ايه معقمه، تاخدوا بالكم من الحاجات البسيطه. اللي فيكم هيشتغل في حاجه تبع الاسنان او يعرف حد اسنان ينصح الناس بيبقى عندهم ادوات تعقيم واوتوكلاف ومش عارف ايه وحاجات من دي اليومين دول. يهمني برضو يا اولاد تنشروا نصايحكم في البعد الاجتماعي. فيروس بي والاكثر منه سي في طرق انتقال سوشيال احنا لسه مش عارفينها. في ناس كتار يا اولاد ما خدوش حقن ولا اتنقل لهم دم ولا نزلوا الترعه وجات لهم بالهاريسيا وعندهم فيروس سي. فبنتكلم يا اولاد دلوقتي على السوشيال ترانسميشن. الحلاق الكوافير للبنات عشان ما يزعلوش، الالات ناخدها، مش عيب ان كل واحد فينا يبقى على الاقل عنده الشفره بتاعته. تتاكد ان الحلاق بيغير الموس، لو ظروفك احسن وقادر تجيب مشط ومقص هات، وهاتوا ده لاولادكم هتتجوزوا قريب وبقى عندكم اطفال، الحاجات دي ممكن تظبط حاجات كتيره. في حاجات تانية زي التاتو ده خلاص طبعا ايه، يعني لو حد قال لك عايز اروح اعمل وشم قول له لا بلاش. كانت برضو من ضمن الحاجات اللي ليها دور في انتشار المرض عمليات السيركمسيجن في الموالد، دي خلاص تقريبا توقفت دلوقتي
كان يبقى فيه مولد سيدي فلان او سيدي علان، تلاقي الحلاق عامل له خيمه كده والناس واقفه طابور وبنفس المقص تك 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 تك، كلهم يروحوا بالايه؟ بالهيباتيتس سي والحمد لله. فارجو ان انتوا يبقوا لكم دور في نشر الوعي في الحتت اللي بتشتغلوا فيها. اللي جالهم فيروس سي يا اولاد جالهم، بنحاول نعالجهم بنلغوص فيهم، على الاغلب مش هنعرف لغايه ما يقابلوا ربنا. املنا الوحيد ان المرضى دول ما يعدوش غيرهم. لو احنا عندنا في مصر النهارده 10 مليون هيباتيتس سي او 8 او 12 زي ما يطلعوا، الشطاره ان هم عايشين ما يعدوش حد. لو كل واحد عدا واحد يبقى 10 مليون في الجيل الجاي، افرض عدا اثنين بقوا 20 مليون. املنا الوحيد في ايقاف المرض. المرض ملوش فاكسين زي البي، فالحل الوحيد ان انتوا تنصحوا الناس. البي ليه حل. طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان وزاره الصحه في مصر بتطعم ضد الفيروس بي من غير ايه؟ فلوس، مجانا بقى اجباري. بنامل بعد التطعيم الافكتيف لفيروس بي ان فيروس بي يختفي من مصر في خلال جيلين. جيلين دي انتوا مش في الاجيال ديه، الجيل ده جيل ولادي مثلا واحفادي انا، انتوا مش محسوبين. بنامل في خلال 50 سنه فيروس بي يختفي من مصر تمام، وفي انتظار ان فيروس سي ايه يطلع له هو كمان ايه؟ فاكسين. اهم حاجة في الاكيوت فيرال هيباتيتس كومبليت بيد ريست. عايز اقول لكم ان الاكسرسايز المجهود بيقلل الانترفيرون، والكيور هنا ايه؟ بالاندوجينوس انترفيرون. فانصحوا اللي علانين بالراحة، شوية الادوية اللي بناخدها مش عارف السيليمارين والارثوديكس كوليك اسيد اكتبوها لهم، مش هنخسر حاجة. حتة الاكل ما تعذبوش الناس، مش عسل اسود، بطلوا الطريقة دي. ان عيال تاكل ياكلوا فراخ وياكلوا لحمه، احنا بنمنع البروتينات بس لو دخل والعياذ بالله في اكيوت فورمنت هيباتايتس. اكلوهم لحمه وفراخ عشان الليفر يحصل له ريكفري. بيجي الناس يقول لك الدكتور قال لي في المستوصف عسل اسود بس، لو اكلته لحمه هيموت. طبعا لا، ياكل يا اولاد لحمه وفراخ وخضار وعيش وجبنه. وبمناسبه العسل، العسل الابيض احسن من الاسود لان الاسود مليان حديد. كانت نصيحه مهببه قعدنا 100 سنه ننصح الناس بيها لغايه ما اكتشفنا ان احنا كنا مجرمين في حقهم. امتى في الاكيوت هيباتيتس تستعين باللي اكبر منك؟ اكيوت فالمينيشن نسبته في الهيباتيتس A واحد في الالف، هيباتيتس B واحد في المية، هيباتيتس C مش ريكورد، محدش عمل حسبة. لو لقيت العيان ابتدى يجيله هيباتيك انكيفالوباثي وليفر سيل فيلير، ابعته على اقرب مركز متخصص للكبد لحتة انت بتشتغل فيها. لو دخل في كرونيستي، يعني ايه كرونيستي؟ يقعد المرض موجود اكتر من 6 شهور. الحد الفاصل بين الاكيوت والكرونيك هيباتيتس زمنيا 6 شهور. ده يحصل في البي والسي بس، ما بيحصلش في الاي طبعا. هنا لازم تستعين بحد اكبر منك. ليه؟ لان دوت كانديد فور انتي فايرال ثيرابي اللي هي وليكن الانترفيرون ريبافيرو. طبعا انت عمرك ما هتدي حاجه زي دي، تبعته لحد اكبر منك يمكن يكون كانديد ويمكن نقدر نوفر له الدواء او هو غني يقدر يشتريه الى اخره. بعض الحاجات التانية الاقل اهميه زي البلاستيك انيميا، هيموليتيك انيميا، اي تي بي فاسكولايتس، جلوميرولونفرايتس، ترانسفير لاقرب مركز كبير. ما تقعدش تلغوط في العيان. الكرونيك هيباتيتس دي بقى مشكله. هم دول ال 10 مليون مصري اللي عندهم هيباتيتس سي، معظمهم يا اولاد بيشتكوا بفتيك. حتى المريض المصري النهارده يجي لك العياده يقول ايه؟ يا دكتور انا مرهق، اعمل لي وظائف كبد. فهموا خلاص ان الكبد بيجي بايه؟ بارهاق. طبعا مع احترامنا للامراض الاخرى زي الانيميا والثيرويد ايلنس والاكتئاب والعيشه واللي عايشينها واللي عايز يعيشها كلها بتعمل ايه؟ فاتي. ممكن تلاقي هيباتوسبلينوميجالي في مرحله متاخره، تلاقي مانيفستيشن اوف ليفر سيل فيلير. العيان جاي يقول لك يا دكتور انا عندي الكبد، خلصت بقى خلاص، انت مش محتاجين منك حاجه. يجي بجاندس، لور لمب ايديما، اسايتس، بليدنج، هيباتيك انكيفالوباثي. وطبعا من اشهر واسوأ البرزنتيشن هيماتيمسيس اند ميلينا. يهمنا هنا تطلب للعيان اي اس تي، اي ال تي، بيليروبين، بروثرومبين، البومين، سي بي سي، الفا فيتوبروتين عشان الاتش سي سي، فايرال ماركر، تعمل له الترا ساوند، وتفكر ان انت تحطه على الادويه والدراج ثيرابي في مرحله مستقره. اهم حاجه يا اولاد في الدراج ثيرابي انه ما ياكلش ملح لو في لور لمب ايديما واسايتس. ما ياكلش بروتينات كتيره تنزل ل 50 جرام في اليوم لو او اقل لو بيدخل في هيباتيك انكيفالوباثي. يبقى التو امبورتنت دايتري
انستراكشن في عيان ليفر سيروز. لو بيورم منك اللي هو الليمبيديما واسايتس ملح، لا. لو دخل في هبات الكوما، طبعا ديورين كوما مفيش بروتينات خالص. افرض دخل وخف، تحدد له الكميه، لان لو كل براحته ايه هيتكون تاني. الحكايه الشهيره، الراجل خارج بالمستشفى يجي لك تاني يوم تسال العيله، مرات في ايه يا ست الراجل خارج كويس، ما هو يا ابني كنتوا مجوعينه، عملت له ذكر بط اول ما روح بغذيه، كل ذكر البط راح ايه رايح. فيهمنا هنا ان انتوا تنصحوا الناس بهذا الموضوع. انا ليا نص ساعة من 10 و10، يبقى 5 دقايق ازاي؟ انا هقوم 10 40 دقيقة. خلاص كده؟ ساعتكم كام يا اولاد؟ 10 وكام؟ بالتالي ربع ساعة. ما اللي قبليه ياخدوا وقتي وانت جاي تتشطر عليا، ده انت واقف ماسك اليافطة للراجل ولا هو هبل. انا هقوم 10 40 دقيقة، ما تدفعليش الورقة دي تاني، انا باصص على الوقت ومظبط نفسي 30 دقيقة بالظبط. خلاص؟ طيب نكمل. النصائح الغذائيه مهمه منكم. الاسر مش فاهمه يا اولاد، الناس فاهمين، ده مسكين عنده الكبد عايز يتغذى، هيتغذى ايه؟ هتروح تجيب له كيلو لحم؟ لا، اللحمه دي هتجيب اجله. ناس كتير بيحبوا الملح في الاكل. الناس مش فاهمين يا اولاد ان احنا لو شلنا الملح من الاكل خالص احنا بناخد 3 جرام في اليوم. تعرفوا دي؟ الملح موجود في العيش اللي بناكله، موجود في اللحمه، موجود في اللبن. فانت لما بتمنع العيان من الملح الابيض اللي يحطه ده، هو لوحده بياخد 3 جرام. لما بنحط الملح في معظمنا بنوصل ل 6 جرام. عشان العين يمشي كويس ياخد 2 جرام على الاكثر، ودي حاجه مش سهله على فكره، لو حد فيكم طبقها على نفسه هيتجنن. هيبقى مفيش حاجه ليها ايه؟ طعم خالص. الحته اللي تهمني هنا، انت تستعين بغيرك. هيباتيك انكيفالوباثي. طبعا تشخيصه سهل، عيان ليفر ودروخ. بيشتم الناس، بيزعق، راح يطلع يجري ورا جارته اللي قدامه، بيبقى ليهم تصرفات غريبه كده شويه. ممكن على مستواكم ده تظبطوا الدنيا في البيت لو في الاول. يعني عيانين كتار لينا اهاليهم فهموا، فمش كل يوم هنوديهم المستشفى. ممنوع البروتينات خالص. ياكل عيش، رز، مكرونه، خضار، فاكهه. حقنه شرجيه كل 6 ساعات. عارفين اللاكتيولوز طبعا. 15 ل 30 سم 3 مرات في اليوم. عشان ايه؟ يجيب ايه؟ تو سيمي سوليد ستول. انا بفضل ازود في الجرعه لغايه ما يجيب براز مرتين في اليوم وما يكونش بيحزق، ما يكونش فيه كونستبيشن. عارفين الفلاجيل الميترونيدازول؟ بالمناسبه جرعته في الليفر سيروز 250 مللي جرام مش 500. 250 مللي جرام 3 مرات في اليوم، لان الجرعه العاديه كام؟ 500 3 مرات. لا، ده ياخد 250 عشان الهيباتيك ايه؟ ميتابوليزم. الهيبامرز بقى موجود في السوق في اكياس مش في امبولات. عارفين الهيبامير اللي هو ال اورنيسين ال اسبارتيت؟ ده بيحسن اليوريا سايكل وبياخد الامونيا يدخلها اليوريا سايكل. موجود اكياس، اكتب للعيان كيسين على نص كوبايه ميه الصبح وبالليل، بس ما يكونش كرياتينينه عالي. لو في رينال امبيرمنت ممنوع. اوصف للعيان ده، بس ما يكونش في ديب كوما طبعا، يكون يا دوبك لسه بيخطرف شويه كده. لو فاق في خلال يوم خلاص. افرض ما فاقش على الحاجات دي في البيت، لازم يروح فين؟ المستشفى. جي اي تي بليدنج طبعا ده لازم مستشفى. الحته اللي انت شغال فيها ركب له كانيا. لو البلاد بريشر سيستوليك تحت 100، لو البلس فوق 100 لازم تعمل ترانسفيوجن. لو عندك دم، مش انت عندك دم يعني في بلاد ترانسفيوجن، علق له دم. مش متاح دم، لو في بلازما هات له بلازما. مفيش بلازما هات له كولويد زي ديكستران، حاجه اسمها فولفون وهيماجيل في السوق. مش متاح، علق له كريستالويد زي سالاين ورينجر الى اخر هذا الكلام. لو عندك فيتامين كي بايسونون سايكلوكابرون اديله امبولتين من كل واحده. لو عندك زانتاك اديله امبولتين. لو عندك بروتون بامب انهبيتور زي بانتو برازول، بلاش نقول اسماء التجاريه عشان ما تمسكوش الناس فينا، بنحلل الفايل على 9 سم ملح ونديها سلول. دي كلها حاجات قبل ما ابعته الراجل ده لازم يروح المستشفى، ده انا بس بلحقه. لو في سانجستيكن في المكان وانت متاكد ان عنده فيرسس، يعني لازم يكون عمل منظار قبل كده، ركب له سانجستيكن.
وايميديتلي ينقلوا المستشفى فيها ايه؟ منظار. مش مستشفى، لو مستشفى فيها منظار ومستشفى ما فيهاش يروح المستشفى اللي فيها الايه؟ المنظار. راح المستشفى خلاص مش موضوعك بعد كده، انا مش هكمل ايه اللي هيجرى بعد كده، مش موضوعك، انا هقول لغايه نهايه دوركم بس. هيباتورينال سيندروم دي كارثه يا ولاد، عيان ليفر سيروزس واسايتس وجونس وماشي متلخبط. الاكتشاف الحقيقي للمرض بيبدا من الاسره. البول يا دكتور قال معظم حالات الهيباتورينال سيندروم يا ولاد بتيجي بأوليجوريا، بس للاسف مش كلها، بعضها بيجيب بول عادي. تشخيص الهيباتورينال سيندروم مش بيعتمد على كميه البول بالمناسبه، على رايزنج سيرم كرياتين اكتر من 1.5. فلو قالوا لك البول قال يا دكتور تطلب له تحليل ايه ساعتها؟ كرياتين. ده متاح في اي حته بتشتغل فيها. ربما يكون متاح عندكم سيرم صوديوم او يورينري صوديوم، الاثنين بيقلوا، بس مش لازم تستنى لما تعملها. عيان الليفر سيروزس بتاعك البول قل تحت 500 ملي لتر بير دي، اللي هو تعريف كلمه اوليجوريا، قل من نص لتر في اليوم، وسيرم كرياتين اكتر من 1.5، ده بقى هيباتورينال سيندروم. تعمل فيه ايه؟ تبعته على المستشفى فورا. ده اكيد ده بره ايه؟ قدراتك. ريفراكتوري اسايتس. يعني ايه ريفراكتوري اسايتس؟ عيان ملتزم غذائيا 50 ملي ايكويفلنت صوديوم كلورايد في اليوم. عارفين 50 ملي ايكويفلنت يعني حوالي كام جرام؟ جرام جرام وربع ملح، دي صعبه قوي. وبياخد ماكسيمم دوز اوف دايوريتك، عارفين الماكسيمم دوز كام؟ 160 ملي جرام فروسيمايد اللي هو اللازكس، و400 ملي جرام سبايرونولاكتون اللي هو الالداكتون. ملتزم غذائيا وبياخد الدواء، وبينزل كل يوم قد ايه في وزنه على الميزان؟ اقل من 200 جرام. ده اسمه ريفراكتوري اسايتس. طبعا ده بيحتاج حاجات اكبر منك، من ضمنها التابينج، من ضمنها الالبوم انفيوجن، حاجات اكبر منك، فده تبعته لايه؟ لمستشفى. كنا عندنا الهيباتيك فوكال ليجن، دي كارثه. عيان انت عمال بتتابعه، عمل سونار، طبعا اكتشاف الهيباتيك فوكال ليجن ما بيبقاش كلينيكال يا اولاد، ده بيبقى بسونار. لقيت هيباتيك فوكال ليجن، اقصى ما تعمله انك تطلب له لو عندك الفا فيتوبروتين، وايميديتلي من غير تاخير ترانسفير لمركز متخصص، لان لما بيبقوا بدري بيتلحقوا. في حاجات دلوقتي اكيد سمعتوا عنها زي راديو فريكونسي وكيمو امبولايزيشن وبارشال هيباتيكتومي، ما تلعطش تلغوط في الناس دول عندك، لان كل ما التيومر بيكبر بالذات لو وصل للبورتال فين ساعتها خلاص ما بيبقاش ليه ايه حل. اول ما تلاقي فوكال ليجن ترانسفير اللي اكبر منك على طول. العيانين الكرونيك هيباتايتس والليفر سيروزس اللي ما دخلوش في ليفر سيل فيلير دول مي بي كانديد فور انتي فايرال ثيرابي، اللي قلناها من شويه، اللي هي الانترفيرونز والادويه المماثله ليها. العيان طالما كومبنسيتد اديله فرصه يروح لحد اكبر منك مركز للكبد، يمكن ينفع له الادويه دي، لان الادويه دي هتبقى كيوراتيف، فاديله فرصة حد أكبر منك يبص عليه، لو ينفع هو هيديله الدواء، لو مش هينفع هيرجعه لك تاني إيه؟ تقعد تلغوص فيه إيه؟ براحتك. آخر نقطة هتكلم فيها النهاردة، والحقيقة بحب أركز عليها، يمكن هي دي محاضرتي اللي بديها في طب عين شمس وبهتم بيها جدا، لأن ده موضوع كنا إحنا بندرسه زمان طلبتنا أول ما ابتدينا ندرس على إنه حاجة هايفة. فاتي ليفر. اطمني يا ماما ده أنت عندك شوية دهون بسيطة على الكبد. الكلمة دي بتسمعوها كتير، حتى لو انتوا مش دكاترة ممكن تكون اتقالت لوالدتك، لعمتك، لخالتك، الى اخر هذا الكلام، لحماتك لو كنت اتجوزت، الى اخر هذا الكلام. الفاتي ليفر يا اولاد معناه increase fat content of the liver اكتر من 5% من وزنه. الليفر 5% من وزنه فات، معظمهم تراجل فرايد. لو عدى 5% ده definition of fatty liver. في لستة اسباب طويلة اكاديمية انا مش جايبها لكم، انا جايب لكم الاسباب اللي هتشوفوها في الشارع. اهمها على الاطلاق اكيد ايه؟ الاوبيستي. الفات اللي تحت الجلد هيروح الليفر بالعقل يعني. الدايابيتس مهمه قوي. الهايبر لايبيدينياز واهمها يا اولاد الترايجلسرايد. انكريز الفي ال دي ال اللي هي ترايجلسرايدز دايما دون الثلاثيه بيبقى معاها فاتي ليفر. الاستروجين ليه انا كاتبه هنا؟ الدواء الوحيد اللي انا كاتبه، في ادويه ثانيه بالمناسبه، كورتيكوسترويد والكحوليات، ما عندناش كحوليات، كورتيكوسترويد الا اللي بياخدوها. في انتي اريزميك دراج اللي هو الاميدارون والكوردارون.
ليه انا كاتب الاستروجين؟ عشان حبوب منع الحمل. الاستروجين ناس كتير بياخدوه كجزء من كونتراسبتيف بيل، واحد اهم السايد افكت بتاعتها الفاتي ليفر. عيان الفاتي ليفر يجي لك بايه؟ معظم الاحيان ما بيشتكيش من حاجه، انت بتكتشفها لما بتطلب له سونار. واحده جايه تقول لك بطني بتوجعني يابا، هتبعتها تعمل سونار. بطنها وجعها من حاجه كولايتس او جاسترايتس او جول بلادر. الفاتي ليفر اسيمتوماتيك ديزيز، فيكتب لك تقرير السونار ايه؟ انلارج برايت ليفر، كبير برايت بيلمع، ده معناه انه فاتي. احيانا بيبقى فيه شويه ابدومنال ديسكمفورت، بس غالبا ده من الكونو ما بيبقاش من الليفر، وانت بتكتشفها برضو بالصدفه. فحط العيانه هتلاقي الليفر كبير والسيرف سموث والبوردر راوند. ليه انا حاطط السطر ده؟ عشان افرقه من ايه؟ من اشهر حاجه ثانيه الليفر سيروزس اللي البوردر بيبقى ايه؟ شارب. اهم حاجه للتشخيص الالترا ساوند برايت ليفر، بقيه الاسباب ما تهمكوش. انا جايب الموضوع ده بالذات عشان الباراجراف اللي جاي ده. ايه اللي هيجرى بعد كده يا ولاد؟ اول احتمال ما يجراش حاجه، تقعد بالفاتي ليفر لغايه ما تقابل ربنا بعد عمر طويل لسبب اخر غير الليفر. في احتمال اسوأ، ستياتو هيباتايتس. ستياتو يعني فات، هيباتايتس يعني هيباتايتس. بناء على الجزئيه دي اتقسم الفاتي ليفر في الستياتو هيباتايتس لحاجتين كبار: الكهوليك ستياتو هيباتايتس، وده لان اشهر سبب لستياتو هيباتايتس في اوروبا مين؟ الكحول. بس اشهر سبب عندنا الاوبيزيتي. نمرة اتنين النون الكهوليك ستياتو هيباتايتس اللي هي اسمها ناش، اكيد الاسم ده عدى عليكم في البكالوريوس، او نون الكهوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هو النفرت. تعرف منين ان عيان الفاتي ليفر بتاعك دخل منك في ستياتو هيباتايتس؟ تلاقي الانزيمز عالية. عشان كده لما تجيلك عيانة يا ولاد بفاتي ليفر ابعتها تعمل ايه؟ ال تي و اس تي. ايه خطورة الكلام اللي انا بقوله ده؟ لو ابتدى يعلى الاس تي والال تي ده معناه ان فيه هيباتوسايت نكروز، ماتت شويه خلايا، الخلايا اللي جنبيها تعمل ايه؟ ريجينيريت عشان تعوضها. بس وهي ريجينيريت مش هتحافظ على الاركتكتشر الرباني الجميل اللي معمول، هتعمل نوديولز. النوديولز حواليها تتكون فايبرس سته. راجعوا معايا كده اللي قلناه: هيباتوسايت نكروزس، هيباتوسايت ريجينريشن، نوديول فورميشن، فايبرس تيشو فورميشن، لوس اوف اركتكتشر. اسمها ايه الحدوته دي؟ ليفر سيروس. وانا قدكم كده واصغر منكم بسنه او اتنين كانوا بيدرسونا في الليفر سيروسس ان نص الحالات كريبتوجينيك. يعني ايه كريبتوجينيك يا اولاد؟ السبب غير معروف. نص الحالات يعني 50%. وبقيه الاسباب اللي هي الفيروسات والاوتوميون ديزيز واقعد غني لغايه بكره 50% التانيين. اكتشفنا النهارده ان نص الحالات الكريبتوجينيك دي سببها ايه؟ الفاتي ليفر. هيجي حد يقول لي طب ليه ما اكتشفتوش ده زمان؟ هو انتم مش خدتوا ليفر بايوبسي لقيتوها سيروزس؟ ما انتم هتلاقوا الفات جنبها. لا طبعا. اثناء مرحله الفاتي ليفر الليفر بيبقى ان انابوليك ستيت، بيخزن دهون. طب لما يبقى فرانك سيروزس دي انابوليك كاتابوليك ستيت، ما بتلاقيش ولا حته فات واحده في الليفر. عشان كده قعدنا سنين طويله نتكلم على كريبتوجينيك سيروزس وطلعت دي. هذا الكلام معناه ايه؟ ان الفاتي ليفر از نوت اسيمبل ديزيز زي ما كنا بنوهم نفسنا. اطمني يا ماما ده شويه دهون بسيطه في الكبد. لا، لازم تعمل ترانس امينيزس. المشكلة دي كبيرة يا ولاد، الاوبيزيتي مشكلة كبيرة في المصريين وانتوا عارفين كده. بص حواليك، شوف كام ست تخينة فوق 40 سنة حواليك. الفاتي ليفر بقى يتشقط في اجيالكم، مش محتاجين نستنى 40 سنة، بقى في العشرينات. معظمكم بالذات في البنات فوق الحد الاقصى للايه؟ للوزن، لو حسبناكم البودي ماس اندكس. الكلام ده مهم. امك وخالتك وعمتك اللي عندها فاتي ليفر، الكلام ده مهم ان احنا نبص له بصة حقيقية اكتر من التهوين اللي ملوش لازمه. اهم حاجه في الموضوع ده ان احنا نعمل ويت ريدكشن. شوف انا حاطط لكم لسته اهي، اهمها حاجه ويت ريدكشن.
كلمة مكونة او عبارة من كلمتين لكنها في غاية الصعوبة. صعب جدا انك تخسس حد تخين بيحب الاكل، هما بيحبوا الاكل فصعب تجوعهم، عايزهم يمارسوا رياضة. ما هي لو كانت مارست رياضة يا ابني ما كانتش تخنت، هي وزنها 110 كيلو، رياضة ايه اللي هتمارسها؟ بلا ركب شايلة ولا كعب شايل ولا قلب هيستحمل مجهود خالص. فهي مشكلة حقيقية فعلا احنا بنواجهها، لكن مازال الويت ريدكشن اهم حاجة. عرفت تظبطها باكل، عرفت تظبطها برياضه، عرفت تدي ادويه، اهمهم الاورليستات، ادويه كتيره اتسحبت من السوق دلوقتي بتاعه التخسيس زي ما انتم عارفين لانها عملت اكتئاب والناس انتحرت بره، بس ما فيش حد انتحر عندنا، كان المفروض تفضل عندنا الحقيقه. احنا عندنا الحمد لله الناس قاعده زي الفل. طبعا في عمليات جراحيه دلوقتي، طبعا اكيد خدتوها في الجراحه، اخواننا بتوع الجراحه بيشتغلوا فيها زي الفل عمليات التخسيس. الفيزيكال اكسرسايز بيفكروا يدوا الانسولين سينسيتايزر، عارفين انتوا العائلات الجديده بتاعه البايوجلوتازون، مش عايز اقول اسماء تجاريه لكن مش مشكله، اسمائهم في السوق اكتوس وهاي جلوتازون 30 ملي جرام، بتتجرب وبتجيب نتيجه كويسه. انتي اوكسيدنت زي فيتامين اي، لو عنده هايبر لايبيدين تريجليسرايد عاليه ده يبقى حظها حلو، هتديها الفايبريت زي الليبانتيل والادويه اللي بالاسم هتظبط الحته دي. في ناس جربت الاورثوديوكس كوليك اسيد اللي هو اسمه ارسوفالك برضو جاب بعض التحسن. لو في سبب عندك ابسط حاجه خالص، واحده بتاخد كونتراسبتيف تنزل لنا في اول الكلام، ساعتها يبقى حبوب انا الحمل مش مناسبه ليها، تبطلها وتستخدم ايه وسيله اخرى. لكن مازال اهم حاجه في الباراجراف ده انك تخسس الناس اذا قدرت. شكرا جزيلا. خلاص ولا كده هتتكلموا على الشاشه لو حد فيكم عايز يتكلم. هجاوب على السؤال ده في دقيقه واحده بس عشان مضطر امشي. فعلا انا كان المفروض اتعرض للنقطه ديت، الهيباتيتس بي والسي السكشوال ترانسميشن. فعلا نقطه سؤال مهم جدا. الهيباتيتس سي يا اولاد لم يثبت انه ينتقل عن طريق السكس، وما تجيبوش سيرته للناس، سيبوا البيوت مقفوله على البلاوي اللي فيها. احنا بنتكلم على 10 مليون مصري عندهم هيباتيتس سي راجل لست، لو قلت للبارتنر بتاعه ده ممكن يعديك، البيوت دي هتتخرب. ما عندناش اي اثبات ان الهيباتيتس سي بيتنقل عن طريق السكس، سيبوهم كده لو ربنا ناوي يعديهم بيه يعديهم، لان انتوا هتخربوا بيوت. بنقول 10 مليون يعني 10 مليون اسره، انت متخيلين لو نشرنا المعلومه دي؟ مفيش، وفعلا هو مفيش اثبات. في بعض الابحاث زمان اتكلمت ان لو التي سي ار عالي قوي في وجود اتش اي في ممكن يتنقل، ما عندناش اتش اي في الحمد لله. فالسي لو حد سالك قول له علاقتك بمراتك او علاقتك بجوزك عاديه خالص، مفيش اي قلق، خلاص كده خلصنا من ده. نيجي بقى للبي، البي بيتنقل الحقيقه. 10% من العلاقات السكشوال من واحد عنده بي لواحد ما عندوش بينقل المرض، سواء من راجل لست او من ست لراجل. فانا بنصح بايه؟ لان دي بقى اللي لازم ننصح لوجه الله، لان فعلا هنا اكيد بيتنقل. لما بيجي لي حد عنده راجل او ست عنده البي، بعمل تحاليل للتاني وللاطفال. طلع عنده بي خلاص، من بي لبي يا قلبي لا تحزن، يتنيلوا يقعدوا هما الاثنين مع بعض، ما فيش مشكله، الاثنين بقوا عندهم. لو التاني ما عندوش بديله فاكسين، لو ما كانش خده البيلي فاكسين، خدوا بالكم، والبروتكشن بتاعه فوق 95% لمده 5 سنين، وكل 5 سنين تقيس الانتي بوديز وتديله بوستر دوز. فببعت البارتنر السليم اللي لسه ما اتعداش ياخد الايه؟ الفاكسين. لو جابوا عيال قبل كده يبقوا خلصوك من مشكله كبيره. اطلب ان الهاسبنت الزوج الراجل يستخدم العزل الطبي اللي هو الكونتوم. هي بتبقى النقطة مزعجة شوية لو لسه ما جابوش عيال، مش هنقدر نستخدم الكوندوم في الحالة دي، بس يغطي دي ان الفاكسين لو البارتنر التاني خده والانتي بوديز ليفل عليت فوق 100 وحدة زي ما انتوا اكيد درستوا ده في البكالوريوس، غالبا ده بيغني من النقطة دي. وكده كده الدايليما دي مش كبيرة في بلدنا لان البيع عندنا ايه؟ محدود. اما السي اللي هو المشكله الكارثيه بتاعت بلدنا لا ينتقل عن طريق العلاقات الزوجيه والجنس، فسيبوا الناس عايشه وسيبوا البيوت متقفله. السلام عليكم.